برضه من سات سفن. ما معنى الآية يقول للرب للرب قال الرب لربي اجلس عن يميني فأجعل أعداءك موطئا لقدميك؟ أنا شرحتها أكثر من مرة، ما فيش مانع من أجل سات سفن نشرحها مرة أخرى. الله ليس له يمين ولا شمال، الشخص المحدود محدود ليه يمين وشمال، لكن الله المالئ الكل وموجود في كل مكان ليس له يمين ولا ايه شمال. لأول نقطة. ثاني نقطة، مفيش مكان فاضي عن يمينه عشان يقعد فيه واحد، لأنه مالئ الكل، مفيش مكان فاضي. لكن يمين الله يعني قوة الله ويعني بر الله، زي ما بيقول المزمور: يمين الله صنع قوة، يمين الرب رفعتني، يمين الرب صنعت قوة فلن أموت بعد بل أحيا. فيمين الله يعني قوة الله ويعني عظمة الله. فكلمة اجلس عن يميني يعني بعد حوادث الصلب يوم الجمعة الكبيرة وبعد الإهانات طول المدة السابقة، يبقى الآن تأتي وتجلس في قوة الله، يعني تستقر في قوة الله، يعني بصراحة كاملة عبارة أخلى ذاته تكون انتهت تماما ولا وجود لها فيما بعد، بدليل أنه لما يأتي في مجيئه الثاني يقول: يأتي في مجد أبيه، يأتي في مجده، يأتي في مجد كثير، يجلس على كرسي مجده. عبارة إخلاء ذاته انتهت، جلس في يمين الله يعني استقر في قوة الله. وأجعل أعداءك موطئا لقدميك، دي واضحة